وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي يومنا هذا سوف نحتفل بمولد أعظم وأشرف رجل خلق على وجه الأرض. النور في الكون انتشر ابتهاجا لميلاد سيد البشر نبينا وشفيعنا في يوم المحشر. ولد نور الإسلام خير الناس خاتم الأنبياء والرسل. مبارك عليكم المولد، مقامك محمود وأنت أحمد، ورب العلى المعبود سماك أحمد. فاسم محمد هو أجمل الأسماء في القلوب تأثيرا، وأرقاها معنى وأتقنها تحذيرا. فصلى الله عليه وسلم بعدد ما تجلى من قضاء الله حكما وتقديرا. فهو صلى الله عليه من حمد الله تعالى وأثنى عليه، وأفضل من حمد في العالمين، وعظم الناس بالناس شكرا على الصالحين، فهو أحمد المحمودين سيد الحامدين، معه لواء الحمد يوم القيامة، ويبعثه ربه تعالى مقاما محمودا كما وعده بشفاعته للأمة، مقاما يحمده فيه الأولون والآخرون، فصلى الله عليه وسلم. ما حنت إلى رؤيته الأرواح وتزينت به مقامات الفلاح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرعى الناس للأمانات، وأصدقهم ظاهرا وباطنا في تبليغ الرسالات، فهو الذي اصطفاه مولاه مأمونا على وحي السماوات، وأتمنه على التبليغ عنه لسائر المخلوقات، فأدى الأمانة على أكمل الوجوه والكيفيات. هو رسول الله إلى الإنس والجن، أرسل يعيدهم إلى توحيد الله وعبادته، وهو خاتم الأنبياء، أرسل للناس كافة، عند ذكر اسمه يلحق المسلمون صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، صلوا على خير خلق الله، فإنه دليلا مبينا للطريق خفير، فما ضل من كان القرآن دليله، وما خاب من سير القرآن يسير. وخير ما نفتتح به حفظنا الكريم آيات من الذكر الحكيم تتلوها علينا الطالب ميعاد. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المشروع الأعظم الذي ما ترك أصلا من أصول الحكم العادل إلا ووضعه، ولا لونا من ألوان الحياة الكريمة إلا وفتحه، ولا سنة من سنن الخير إلا وفعلها، ولا تشريعا جائرا إلا وأبطله، ولا سدا يخول بين الناس وبين الخير إلا وحطمه. والآن مع الحديث الشريف والطالب مرح زياد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيت الأنبياء بالصدق، أعطيت جوامع السليم، ونصرت بالرعب،
وأحلت فيها الغنائم وجعلت في الأرض طهورا منجدا وأرشدوا إلى الخوف كافة وتعلي كلمتها وتقضي على مالك الطاغية والعروش العازية وتوحد مئات الملايين من المسلمين تحت كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولنا وقفة مع الشعر وطالب مصطفى معا من الصف الأول. الحمد لله مبدئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاصبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق. ويصبح وينتظم عند أبياته يحرق بنا إلى عالم من السمو والسحر والخيال، والرقي في نظمه يكون في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فتخطى في واحد الشعر مع ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقال فيك يا شرف الورى ومدح فيك يا رسول الله قليل. Thank you.
الشعب.